مرحبا، نحن اليوم بهي الحلقة من الفواكه الأسيوية أو الفواكه الجديدة على بيئتنا في الوطن العربي وفي سوريا. هنحكي عن فاكهة اسمها الليتشي. هيدي الليتشي يلي أنا هلأ جنبها فاكهة من الصين، تدعى بفاكهة الأباطرة لأنه هي مميزة كتير وطعمها حلو وغنية كتير بكل التفاصيل، بالنكهة، بالفيتامينات، باللون، بالشكل. هي كل شيء فيها غريب. للأسف نحن بهيدي الحلقة ما عنا السمار جاهز لحتى نصوره، لكن أنتوا هلأ رح تشوفوه، أكيد بتكونوا شفتوه ببداية الفيديو. هلأ نحن هيدي الشجرة من الليتشي عمرها 3 سنوات. الليتشي اللي بيميزها عن باقي الأشجار الجديدة اللي دخلت على الوطن العربي عن كل الفواكه الأسيوية وغيرها إنه هي بطيئة بالنمو، يعني من البذرة لحتى تصير شجرة تعطينا ثمار هي بتاخذ 5 سنوات، حتى إن تم تطعيمها كمان بدها 3 سنوات وسنتين لحتى تعطينا موسم. جابوها بيزار لسوريا في البداية، اجت بيزار وكمان هني رجعوا استنوا عليها سنة واثنين وثلاثة لعطت ثمار غنية وكبيرة وذات جودة، جيناتها اكتملت لحتى اخذوا منها بيزار تانية وزرعوها. هلأ نحن بتكملة الفيديو حنشوف مراحل البيزار من لما بتكون بيزار وشتلات لحتى اكبر شجرة موجودة هلأ هي هون بهيدا المشتال، هيدي الليتشي اللي عمرها 5 سنوات. هلأ هيدي الليتشي هي عم بتصير هون عنا بسوريا، وخصوصا هون في الساحل، منطقة ساحلية، منطقة معتدلة فيها مطار وفيها شمس وفيها هيك، لكن هي تفضل أو هي بتزبط أكتر شيء في المناطق الاستوائية. الليتشي هي موسمة مرة بالسنة من الشهر الرابع للخامس، موسمة قصير جدا، بشهر واحد بتستوي وبتنقطف وخالصين. شجرتها هلأ هي عمرها 3 سنين، هي بتكبر لحدود 2 متر للـ1.5 متر. هيدي أكبر شجرة إذا كانت تربي خصبة وبيئة مناسبة وشجرة سليمة من الأمراض ولا فيها حشرات ولا فيها شيء. بالنسبة لفاكهة الليتشي، هي فاكهة الأباطرة الصينية، هاي ما سموها عبث، هي لأنه فاكهة شكلها غريب من جوا، هي بتاخد شكل الجيلي ولونها كمان لونها مغري وطعمها حلو كتير وإلى نكهة غنية، نكهة جميلة جدا، وبيضيفوها بكل أنحاء العالم، عم بيضيفوها للكوكتيل حتى تعطيه نكهة كمعطر للكوكتيل، حتى لو ضافوا قليلا منها، يعني هو مثل الفانيل اللي صار حتى عم يستخدموها للعطور وللحلويات، كمان هي نفس الشيء، لكن هي لسها مو معروفة، لكن بلشت تنتشر وتصير. الليتشي عن طريق البيزار مثل ما حكيت. ثانيا هي ممكن تطعم، ممكن يطعموها، لكن هني لما بيجيبوا أنواع تانية بيحاولوا يطعموا، في أسرار ما عم بيحكوها هني. في شيء اسمه ترقيد. الترقيد هذه اللي أنا ولا صاحب مشتل رضي يحكي معي بهذا الموضوع، لأنه موضوع حساس. أي شتلة بتكون ترقيد، صاحب المشتل حتى لو بتجي من برا هو بيرفضها. هلأ الليتشي إجت ترقيد من برا بعد ما بيزرعوها، طبعا هي بعمر 5 سنين لتعطيك موسم، بعد ما بيزرعوها بالأرض وبتعطي موسم، يعني بعد ما بتجي لعنا لسوريا أو لأي بلد بالوطن العربي أو لما بتغير مناخها الأصلي اللي ترقدت فيه، بعد بسنة حتى لو أسمرت هي بتموت. أما لما عم تترقد، طريقة الترقيد للليتشي هون بسوريا، لما بتترقد بهيدا المناخ وبتضل سنة واثنين وبتنزرع بنفس المناخ، هي عم بتصير كتير منيحة وعم تزبط وعم تعطي الثمار مثل أي شيء تاني، مثل البيزار. هلأ نحن مكملين عن الليتشي، حنشوفها بيزار وشتول صغيرة، وهلأ هيدي عمرها 3 سنين مثل ما حكيت، 5 سنين هي حتى تعطينا. هي بطيئة جدا وغالية جدا. شو سعر الكيلو؟ سعر الكيلو هون بسوريا 15,000، يعني 30 دولار. هلأ هيدي عمرها شهرين بيزار، بعد ما طلعت من البيزار هي عمرها شهرين، هي عمرها شهرين، وهيدي عمرها 5 شهور. هاي اللي بدك تسمعنا صغيرة، فعلا نموها بطيء. ها
هاي 3 سنين اللي بالأرض، 3 سنين وهيدي عمرها 3 سنين. طبعا احنا هضلينا جوا المشتال عم نصور بين معنا وجبنا كل مراحل نموها، لانه هي اذا مثلا كانت ضاربه جذورها بالارض ومين شيلها بياثر عليها لانه هي حساسه. وهلا باي.